الخير مشاهدينا الكرام، اهلا بحضراتكم ولقائنا اليومي على شاشه النيل الاخبار في هذا الموعد وبرنامج من القاهره. الوقفة الحوارية الأولى ستكون متعلقة بالأعمال الجارية على قدم وساق لتقنين أوضاع الكنائس من قبل اللجنة الرئيسية المعنية بهذا الشأن، والتي تستكمل فحص 5404 حالات من دور العبادة المسيحية لمعرفة ما تحتاجه. بالفعل انتهت من تقنين وترخيص أوضاع 508 كنيسة ومبنى. رئيس مجلس الوزراء أصدر توجيهاته بضرورة الإسراع من عمل هذه اللجنة وتوفيق أوضاع جميع دور العبادة المسيحية طبقا للجدول الزمني المحدد، وتصدر الآن بشكل ميسر الدولة التراخيص اللازمة لإنشاء تلك المنشآت الدينية طبقا للتوزيع الجغرافي والكثافة السكانية، وطبعا ستتوج بافتتاح الكاتدرائية الجديدة ميلاد السيد المسيح في العاصمة الإدارية الجديدة بعد أيام. حوارنا الآخر متعلق بنهوض بقطاع الصناعة في مصر من خلال تنفيذ الدولة ل 13 مجمعا صناعيا تشمل تخصصات عنها عدة، منها الملابس الجاهزة والصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية، كذلك ورش صناعية ومنافذ للبيع ومناطق خدمات. هذه حواراتنا، أما الجولة الإخبارية لأبرز أحداث اليوم تأتيكم بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد. هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي أبناء مصر المقيمين في الخارج من المسيحيين بمناسبة حلول عيد الميلاد المجيد، وفي برقية تهنئة بهذه المناسبة نقلتها سفارات وقنصليات مصر إلى أبناء الجاليات المصرية بالخارج عبر صفحاتها على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك. أعرب الرئيس السيسي عن خالص تهنئته وأطيب تمنياته بمناسبة عيد الميلاد المجيد وحلول السنة الميلادية الجديدة، متمنيا النجاح والتوفيق للمصريين بالخارج وأن يحمل العام الجديد لمصر مزيدا من الأمن والاستقرار والتقدم والازدهار. في السياق ذاته ترأس القس أندري زكي رئيس الطائفة الإنجلية بمصر الاحتفال الرسمي بعيد الميلاد المجيد للطائفة الإنجلية بكنيسة قصر الدبارة، وقدم القس أندريا زكي الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لجهوده في عمليات التنمية التي تشهدها مصر، كما وجه الشكر لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب وقداسة البابا توادروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية للتهنئة بالعيد. وصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن إلى القاهرة في زيارة تستغرق 3 أيام. كان سفير دولة فلسطين بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية قد قال إن قمة فلسطينية مصرية ستعقد للتباحث حول آخر مستجدات القضية الفلسطينية والقضايا محل الاهتمام المشترك. وأضاف أن الرئيس الفلسطيني سيشارك أيضا في افتتاح مسجد الفتاح العليم وكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة. دكتور جهاد الحلزيم القيادي بحركة فتح، دكتور جهاد مساء الخير. دكتور جهاد، أيوة، أهلا بك معنا. وهذه الزيارة في هذا التوقيت في رأيك ما المنتظر من القمة التي تجمع بين الرئيسين عبد الفتاح السيسي والرئيس الفلسطيني محمود عباس؟ أهلا، مساء الخير لكم ولجميع المشاهدين الكرام. يعني دائما كما عودتنا مصر أن تكون حاضنة للقضية الفلسطينية والدور الذي تقوم به جمهورية مصر العربية. تأتي زيارة الرئيس أبو مازن بعد أن تلقى دعوة من أخيه الرئيس عبد الفتاح السيسي للقيام بتدارس الأوضاع والاتفاق على مجموعة من الخطوات القادمة فيما يتعلق بالوضع الفلسطيني وما يتعلق بالقضية الفلسطينية وخاصة لمكانة مصر ودورها الكبير في المنطقة وفي العالم. هذا الأمر الذي يبقي على هذا اللقاء أهمية كبرى، لأننا ندرك حجم التحديات القادمة والمتعلقة بالقضية الفلسطينية في ظل ما تقوم به دولة الاحتلال ومن اعتداءات ومن جرائم بحق الشعب الفلسطيني،
والمشاريع التي تحاول الإدارة الأمريكية تمريرها لتصفية القضية الفلسطينية. هذا الأمر الذي سيكون محور حديث الرئيسين، بالإضافة إلى مجموعة من الأوضاع العربية والأوضاع الداخلية، وخاصة نحن هناك قمة عربية قادمة بحاجة لأن يكون هناك حالة من تنسيق المواقف، بالإضافة إلى الملف الداخلي. وكذلك سيشارك الرئيس أبو مازن مع أخيه الرئيس عبد الفتاح السيسي في افتتاح في المشاركة في افتتاح مجموعة الأماكن الدينية في العاصمة الإدارية الجديدة، مسجد الفتاح العليم والكاتدرائية الجديدة. هذا الأمر الذي يدلل على عمق الروابط والعلاقة القائمة والكبيرة ما بين القيادتين الفلسطينية والمصرية، ويرشح لأسس علاقة قوية ما بين الشعب الفلسطيني والشعب المصري. نعم. طيب دكتور جهاد، هل تعتقد أنه ربما هذه الزيارة تعطي مؤشر إلى عودة مصر لاستكمال جهودها في عملية المصالحة الفلسطينية، بما أنها ينظر إليها على أنها واحدة من العقبات أمام وحدة الصف الفلسطيني، وبالتالي يعني القدرة على اتخاذ موقف واللجوء إلى المجتمع الدولي للوقوف أمام ممارسات إسرائيل؟ يعني مصر لم تتخلى عن دورها في اتجاه ملف المصالحة الوطنية الفلسطينية. مصر بذلت الكثير من الجهود والجهود الكبيرة والمضنية على مدار سنوات طويلة، ومصر استضافت حوارات الفصائل تقدر بمئات الساعات التي استضافت من خلالها مصر الفصائل الفلسطينية وجلسات الحوار للوصول إلى اتفاق، وكان آخر اتفاق هو اتفاق اكتوبر 2017 والذي وضع جدولا زمنيا يتم تنفيذه بإشراف وبرقابة مصرية، ولكن دائما كانت اللي هو حالة هناك حالة من التهرب. رغم ذلك لا زالت، وأعلن الرئيس أبو مازن بأن القيادة الفلسطينية وبأن حركة فتح لا زالت تمد يدها باتجاه تحقيق المصالحة، لأن المصالحة هي خيار استراتيجي، والمطلوب هو ليس أن يكون هناك جلسات حوار جديدة أو اتفاقات جديدة، المطلوب أن يتم تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في القاهرة وبرعاية مصرية، وبعد أن قدمت مصر اتفاقا ووقع عليه الجانبان المطلوب تنفيذ هذا الاتفاق، وليس أن نذهب إلى جولات حوار جديدة، لأن الشعب الفلسطيني ملل من هذه الحوارات التي بالنهاية تفضي إلى عدم التزام من قبل حركة حماس. الأمة العربية مللت من كثرة الحوارات، ورغم ذلك نقول بأن مصر لها دور كبير في اتجاه تحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية، ونحن نعول على مصر وعلى دورها ليس فقط في الملف الداخلي الفلسطيني بل على كافة الملفات، خاصة الملف الإقليمي والملف الدولي، لما تتمتع به مصر من مكانة كبيرة وقوية باتجاه تحقيق الكثير من النجاحات وتحقيق الكثير من الإيجابيات لصالح القضية الفلسطينية. العلاقة واللقاء الذي سيكون غدا يأتي في إطار حالة المشاورات المتواصلة ما بين القيادتان الفلسطينية والمصرية، ونحن نؤكد بأن مصر دائما تكون سباقة، مصر دائما هي الأحرص على القضية الفلسطينية، وعبر عن ذلك الرئيس أبو مازن في أكثر من مناسبة عندما وجه الشكر لمصر، وعندما أكد بأن لا أحد يتدخل في الشأن الداخلي الفلسطيني باستثناء مصر، لأننا ندرك دور مصر والأيادي البيضاء لمصر على القضية الفلسطينية باعتبار مصر جزءا وليس مصر وسيطا في هذا الاتجاه. أشكر جزيلا دكتور جهاد الحرازيم القيادي بحركة فتح. عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا مع مسؤولي التحالف الفائز بعقد إنشاء سد توليد الطاقة الكهرومائية في حوض نهر روفيجي بتنزانيا. وقال مدبولي إن اللقاء يأتي في ضوء حرصه على إجراء متابعة دورية للموقف التنفيذي للمشروع، مؤكدا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي اهتماما كبيرا بهذا المشروع. من جانبهم أكد مسؤول التحالف أنه تم البدء في أعمال الرفع المساحي والكشف عن طبيعة الموقع، مشيرين إلى أنهم بدأوا في إقامة منطقة إسكان للعمال المتوقع أن يبلغ عددهم نحو 5000 عامل. عقدت غدا والي وزيرة التضامن الاجتماعي اجتماعا مع عدد من الجمعيات الأهلية في إطار المبادرة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي حياة كريمة.
تهدف المبادرة إلى الارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للأسر في القرى الفقيرة، وتمكينها من الحصول على كافة الخدمات الأساسية وتعظيم قدراتها في أعمال منتجة تساهم في تحقيق حياة كريمة لهم، وذلك من خلال تنظيم صفوف المجتمع المدني وتعزيز الثقة في كافة مؤسسات الدولة والتركيز على بناء الإنسان والاستثمار في البشر. وأكدت غدا ولي في بيان للوزارة اليوم ضرورة مراعاة قواعد الاستهداف عند تطبيق هذه المبادرة، بحيث تصل الخدمات إلى مستحقيها بالفعل. معي عبر الهاتف الدكتور طلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية. أهلا بك معنا يا دكتور. أهلا وسهلا. في رأيك ما هي الخطوط العريضة على ضوء هذا الاجتماع مع وزيرة التضامن الاجتماعي التي ستبدأ الجمعيات الأهلية في تنفيذها لتفعيل مبادرة حياة كريمة؟ هو طبعا مع الوزيرة غدا ولي طبعا يعني كان عقد اجتماع مع 14 جمعية كبيرة من جمعيات مصر، وطبعا ده شيء يعني باعتقاد البيانات محترمة جدا في وزارة التضامن، فيها خريطة الفقر على مستوى الوطن بصفة عامة والصعيد على مستوى خاص، وفي نفس الوقت في كل المطلوب أو كل الخدمات المطلوبة في المناطق يعني تأثير أو المناطق الأكثر احتياجا، ويمكن في مقدمة هذه المناطق أو الاحتياجات اللي هو سكن كريم، اللي هو المشروع سكن كريم اللي مطلوب هيتوفر لعدد من المواطنين اللي هم السكن بتاعهم ما لهمش سقف، ما فيش مياه شرب نقيه، ما فيش صرف صحي امن، بيتوفر النموذج ده، نموذج محترم جدا، وبيكون دايما بالتعاون بين الجمعيات الكبرى وصندوق عند الجمعيات ووزاره الاسكان من خلال منظومه كامله لتوفير المياه الشرب والصرف الصحي الامن والاسقف للمنازل. ايضا عدد من المشروعات الصغيره ومتناهيه الصغر برضو توفير فرص عمل جادة، برضو تدعيم المناطق دي بالخدمات المختلفة، يعني هو طبعا عشان الاستدامة وعشان التوفير يعني شيء يبقى مهم جدا وتنسيق، وده تنسيق كبير بيتم وهيتم في 14 محافظة من محافظات مصر، والأمر ليس مكتفي على ذلك، ده بالجمعيات الكبيرة كل الجمعيات الأهلية يعني فعلا بدأنا نتواصل معاها والاتحادات الاقليميه والنوعيه، وبرضه هيتم تنسيق مع وزاره التضامن الاجتماعي في توفير الخدمات اللي كله في مكانه. طبعا احنا بنعتبر ان اي قريه بيكون في حتى ولا عدد بسيط من الاسر اكثر احتياجا ان احنا بنحاول نساعدهم من خلال جمعياتنا المنتشره، سواء في صوره دعم نقدي او توفير غذاء من خلال بنك الطعام او توفير كسكس او بطاطين بمناسبه الشتاء او ايضا دعم في المرافق. فهي المنظومه منظومه كبيره جدا، والخدمات خدمات متعدده، وان شاء الله هي خدمات يوميه مش هتبقى مرتبطه. يعني هو انا بعتبر مبادره الطنط الرئيس هو ان احنا يعني هو حس الوطن كله بالتكافل الاجتماعي بين المواطنين، مش الجمعيات الاهليه بس، لا الحكومة طرف في المعادلة، القطاع الخاص طرف من خلال المسؤولية المجتمعية، الأفراد نفسهم، يعني وده رسالها مبادرة خير لها شق مادي من توفير الخدمات ولها شق معنوي، إن احنا نرسي مبدأ مهم جدا هو التكافل الاجتماعي بين أبناء الأمة وأبناء الوطن، وأعتقد هذه المبادرة هي امتداد لمبادرات أطلقها الرئيس منذ أن تولى الرئاسة الفترة الثانية، منها استراتيجية جديدة للتعليم، ثم مبادرة 100 مليون صحة اللي بتقوم بها وزارة الصحة وقدرة ناجحة بكل المقاييس، ان نحن نوفر خدمات صحية لأكثر من 52 مليون مواطن. يعني دي مسائل، كل دي مبادرات جيدة، وفي طبعا يعني دي منظومة كاملة، ودي يعني مرتبطة بما ذهب إليه الرئيس في بداية فترة ولايته وهي بناء الإنسان المصري. أنا بعتبر ديت جزء من بناء الإنسان المصري، إن نوفر له حياة كريمة. بالتأكيد الفئات المستهدفة نقطة يعني مهمة أشارت إليها الوزيرة في اجتماع اليوم، تحديد الفئات المستهدفة هل يكون مسؤولية الوزارة أم مسؤولية الجمعيات الأهلية نفسها؟ هي مسؤولية مشتركة، إحنا ما بنقدرش نفصل بين وزارة التضامن والجمعيات. وزارة التضامن هي طبعًا ده بيت خبرة موجود فيها مجموعة بيانات وإحصائيات
في نائب وزير نفسه لهذا الموضوع. يعني عايز اقول ان الوزاره معنيه لانها عندها شبكه التكافل الاجتماعي، عندها برنامج تكافل وكرامه، عندها اكثر من برنامج القرى الفقيره. احنا كجمعيات وحدات اهليه مسؤوليتنا ان بنوفر الخدمات، وايضا بنستحس الراي العام لمساعده الناس، وايضا ان احنا بننسق فيما بيننا ان احنا عايزين فعلا جمعيات مع الوزير ده ان هي توصل الخدمات المستحق فيها، ما يعني يبقاش المساله ان احنا عايزين نوفر خدمات فقط، ولكن نطمئن تماما ان هذه الخدمات وصلت للفئات الاكثر احتياجا من اجل ان تحقق المبادره اهدافها بالفعل. اشكرك جزيلا دكتور طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات الاهليه. نجحت وزارة الداخلية في إحباط محاولة لجلب مواد مخدرة من الحشيش عبر ميناء نويبع البحرية. كما تواصل وزارة الداخلية جهودها في تأمين تنفيذ إزالة التعديات الواقعة على أملاك الدولة في مختلف المناطق. كانت هذه مشاهدينا جولة إخبارية مع أهم أحداث اليوم. نبدأ بعد متابعة التقرير أولى حواراتنا حول تقنين أوضاع الكنائس من قبل اللجنة المشكلة بهذا الشأن، وهي بالفعل انتهت من ترخيص أوضاع 508 كنيسة ومبنى. نجاحات تسطرها الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في إطار تصديها الحاسم لمهربي المخدرات مهما كانت أساليبهم لإخفاء بضاعتهم. فهنا أكدت معلومات وتحريات الإدارة قيام أحد التشكيلات العصابية بجلب وتهريب كمية من مادة الحشيش داخل البلاد عبر ميناء نويبع البحرية داخل مخازن سرية معدة بشاحنة نقل وقادمة من إحدى الدول العربية مشمولها المستندي المشروع مواد غذائية، وتمكنت الإدارة من رصدهم. وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة تم استهداف الشاحنة المشار إليها، ما أسفر عن ضبطها وقائدها وهو أحد عناصر التشكيل. وعثر بداخلها على 269 تربة لمخدر الحشيش، واعترف بجلبه للمواد المخدرة بقصد ترويجها داخل البلاد لصالحه وباقي عناصر التشكيل. لتؤكد هذه الضربة من جديد أن مصر عصية على مهاربي المخدرات بفضل يقظة أجهزة مكافحة المخدرات. اتساقا مع استراتيجية الدولة التي تهدف إلى المواجهة الحاسمة للتعديات على الأراضي أملاكها والأراضي الزراعية ونهر النيل، تواصل مديريات الأمن حملاتها لتأمين تنفيذ قرارات إزالة التعديات، تلك القرارات الصادرة عن الجهات الإدارية المختصة والتي تتولى تنفيذها الأجهزة المحلية بالمحافظات والوزارات المعنية في ظل تأمين كامل من قبل الأجهزة الأمنية لعمليات الإزالة. أسوار ومباني أقيمت بالمخالفة للقانون تتهاوى أمام لوادر إنفاذ القانون في رسالة ردع وحسم لكل من يفكر في التعدي على أملاك الدولة أو يحاول تبوير الأراضي الزراعية التي توفر احتياجات مصر الغذائية. مئات القرارات بإزالة التعديات تم تأمين تنفيذها بصفة يومية لإعلاء هيبة الدولة وفرض القانون، وتم استرداد هذه الأراضي وتسليمها للجهات صاحبة الولاية عليها. حفاظا على سلامة وصحة المواطنين وفي إطار التصدي الحاسم لمافيا السلع الفاسدة، نجحت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن في ضبط 820 كيلوغرام لحوم منتهية الصلاحية بمخزن دون ترخيص بالقاهرة، كما ضبطت 16,680 عبوة سلع غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي بمخزن بالبحيرة، وضبط 2,736 عبوة سلع غذائية منتهية الصلاحية بمتجر بالإسكندرية. كما نجحت الإدارة في ضبط 16,500 قطعة مجهولة المصدر للألعاب النارية لدى مالك متجر بالمنيا. وعلى صعيد ضبط المتلاعبين بالدعم، نجحت الإدارة في ضبط مسؤول محطة وقود دون ترخيص بالقاهرة لحيازته وتجمعه كميات كبيرة من المواد البترولية المدعمة من قبل الدولة قدرت ب 76,400 لتر سولار وبنزين، واستلائه عليها تمهيدا لبيعها وتحقيق أرباح غير
المشروعة. نتائج متنوعة لجهود أمنية تبذلها الأجهزة الأمنية على مدار الساعة من أجل أن يتحقق الأمن والانضباط في الشارع المصري، والذي يتحقق بضبط الخارجين على القانون والقضاء على المظاهر السلبية وتحقيق الانضباط بالشارع المصري. عبد الله بركات للتلفزيون المصري.